نحن نريد من خلال هذه الكلمة أن ندعو جموع المواطنين إلى الالتزام أكثر، إلى الحذر أكثر، حتى نصوم رمضان وليس فينا واحد محزون بفقد قريب، بفقد حبيب. نريد أن نصوم رمضان وأن نعيد عيد الفطر مع بعض مجتمعين، ليس فيها فقد لا في الأسرة ولا في الجيران ولا في الأحباب ولا في الأقارب. هذه رسالة الأئمة، وإن شاء الله ربي قدرنا ويتقبل منا صالح العمل إن شاء الله.